كانت الإسكندرية فتحا روحيا مدهشا وشديد العزوبة والوهج. بحرها كان حفيا وطيبا. لا أعرف مدينة لها هذه القدرة الآسرة والشد كتلك الفاتنة التي تدلي قدميها في المتوسط. الإسكندرية كانت أروع مدينة في جغرافيا ذاكرتي. عشقتها كما أعشق أنسة. ما زال لونا أزرقا يلف روحي كلما سمعت اسمها، وما زال نداؤها السري يسكنني ويراودني. وكثيرا ما أتخيلني عجوزا أتجول في شوارعها ومبرتعا فيها بخرف لذيذ ومبكر. مدينة من لا مدينة لهم من أمثال الذين فقدوا عواصم بلادهم الوطنية وتسربت منهم نكهتها. كنت هنا ساكن مع حد في شقة وأربع سنين سوا ونأجر ونطرد من الشقة عشان مدفعناش إيجار ونشيل حاجاتنا في الترام وبعدين نتخرج ولا هو يسافر. بعدين يمر علينا ثلاث أربع سنين ومنتقابلش، وبعدين أقابله صدفة في الخرطوم ومفتكرش اسمه أو حاجة من هذا القبيل، بشعر إن ده شيء محزن. أحيانا العمر ما يديش الفرصة إن يحصل رحلات كتيرة، وأحيانا مبقاش فيه الاهتمام ده، يعني النوع ده من الاهتمام نفسه مبقاش موجود. بس انا معاك، يعني حاجه فعلا مذهله. كل واحد عارف فين، عارف، وممكن تلاقي ان الناس دي كلهم ساكنين او شغالين في دايره قطرها اقل من 1000 متر بس ما بيتقابلوش. هم في يوم من الايام كانوا متصاهرين مع بعض. كذا كان الليل جسرا مباركا لملاقاة فيروز. من في الغربة لم يلتقي بفيروز؟ من لم يفتح صوت فيروز في روحه بابا للوطن والجمال؟ من لم يوجعها صوتها حتى بكى؟ كانت فيروز صديقتنا وأمنا وبراحنا.